هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو النهارده بقالي كتير قوي ما قدمتش المحتوى ده، وخصوصا ان انا بنات كتير قوي بما اننا دخلنا على الدراسه والدروس والجامعه والكلام ده كله، حبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده. الفيديو ده هيبقى عباره عن لو عندك اي بيزك اسود او ابيض، ازاي تنسي عليه حاجات وازاي تلبسيه بنفس نفس الطقم تلبسيه بطرق كتير قوي، والشكل بتاعه يتغير، وحرفيا يعني هتخلي صحابك كلهم يسالوكي انت ازاي لابسه كده، ايه ده، ازاي الطقم اتغير بالشكل ده. فلو حابه تعرفي انا هعمل ايه في الفيديو بتاع النهارده، خلينا نبدا في الفيديو على طول. اول حاجه قبل ما ابدا في اي حاجه، لازم تعملوا بقى لايك سبسكرايب وتكتبوا لي في الكومنتس كل حاجه. يعني قبل ما تبداوا الفيديو اكتبوا لي في الكومنتس ان انتوا هتبداوا الفيديو، وبعد ما تخلصوا الفيديو اكتبوا لي رايكم سواء كان حلو او وحش. يعني انا بتقبل كل الكومنتس السلبيه والايجابيه. خلينا بقى نبدا النهارده في اول حاجه. انا دلوقتي لابسه سولوبيتا، هي السولوبيتا دي نص كم، انا لابسه تحتيها تي شيرت كم، ممكن البس تحتها برده شميز كم، ممكن البس فوقيها، بس انا النهارده حابه ان الحاجه تكون كامله وانا هنسق من فوقيها، يعني مش حابه البس حاجه فوق السولوبيتا. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه، انت لو عندك شميز اسود او شميز ابيض او حتى بلوزه سودا ساده وعايزه تغيري في شكلها او عايزه تلبسيها بطرق كتير قوي، الفيديو ده هينفعك. وسواء كنت لابسه دريس مثلا، لو انت ستايلك مش بلوزات بتلبسي دريسات طويله، هيبقى حلو قوي. من اهم الحاجات لازم تبقى عندك الدريس الاسود، لازم يبقى عندك دريس اسود، خصوصا لو انت محجبه او بتلبسي الستايل الطويل. اول حاجه لازم نبدا بيها، لو انت بتلبسي لو انت لابسه حاجه ساده وحابه تغيري في شكل الطقم بتاعك، لازم يبقى عندك احزمه كتير. مش شرط كتير، بس هعلمك في الفيديو بتاع النهارده ازاي تلبسي الاحزمه بشكل مختلف مع الحاجات التانيه اللي هتخلي شكل الطقم بتاعك يعني يتغير من مره للتانيه. نبدا بقى باول حاجه. انا هوريكم اكتر حزامين لونهم اسود عندي بلبسهم، حرفيا الحزامين دول بينفعوا في كل المواقف الصعبه. بصوا الحزام ده الرفيع، تمام اهو، طبعا بما اني رفيعه فانا خرمه كتير قوي يعني. وده الحزام التاني بتاع جوتشي، برضو اكتر حزامين بحبهم قوي 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 وبلبسهم على كل حاجه، يعني ممكن البسهم يوميا اصلا، سواء على بناطيل او على دريسات او على السولوبيتا او على اي حاجه. دلوقتي اول حاجه هنعملها هنلبس الحزام ده. طبعا في الاوتفيت بتاع النهارده هنلبس الحزام على البطن مش على الوسط. هعمل حاجة بس نسيت اقولها لكم، لما تيجوا تعملوا الحزام ما تضيقهوش قوي لان احنا هندخل تحتيه حاجات. دلوقتي هقول لكم على طريقة الحزام، ممكن تلفوه كده عادي تمام، وممكن تروحوا جايبينه من بالشكل ده من الطرف بتاعه، بتدخلوه من تحت كده على شكل مثلث وبتروحوا مدخلينه من هنا، وبيبقى ده الشكل بتاعه زي ما انتوا شايفين كده. تمام، انا دلوقتي علشان الشرح يعني هسيبه كده وهعمله من ورا بالشكل ده. تمام، دلوقتي لبسنا الحزام بتاعنا، عايزين نشوف الخدعه هنعملها ازاي. اول حاجه هنعملها هنجيب اي نوع طرحه عندنا، سواء مشجره او ساده، بس انا بفضل الطريقه دي على طرحه مشجره. تمام، بنبدا ان احنا نتنيها نصين بالشكل ده. بصوا الطرحه دي اصلا كانت طالعه موضه، حرفيا جبتها ما لبستهاش خالص. بنجيبها بنعملها بالشكل ده تمام، ونبدا ان احنا نرميها على الكتف كده. طبعا بنعملها بطريقه متساويه، وبنبدا ان احنا نحط دبوس هنا، والمكان التاني ده بندخله في الحزام بالشكل ده. طبعا انا مش شايفه، يعني مش شايفه في مرايه، فمش هيبقى ظابط معايا قوي، بس انتوا يعني افهموا الفكره. هجيب دبوس وهرجع لكم تاني. طيب، وزي ما انتوا شايفين كده نكون عملنا الدبوس هنا ودخلنا الطرف التاني في الحزام من ورا زي ما انتوا شايفين. طبعا مش هيبقى واضح لكم قوي، بس طبعا هو ده اول تنسيق عملناه بالطرحه، والحزام ثابت اهو والشكل بقى مختلف. وده كان اول حاجه معانا. نخش بقى في تاني فكره، والفكره اللي بعد دي بجد بجد انا بحبها قوي وبحسها فعلا بتنطق الطقم، خصوصا لو انت لابسه الوان مبهجه على اللون الاسود. هغير بقى الحزام ده، طبعا الدبوس نسيته هنا، مش عارفه انا ما دايما عندي مشكله مع الدبابيس، بحبش احط دبابيس في اي حاجه.
كده طلعت الدبوس اهو. هنجيب بقى الحزام التاني بتاعنا. انا هلبس الحزام ده. الحزام ده من اكتر برضو الاحزمه اللي بحبها. لازم دايما يبقى عندك حزام جملي او حزام اسود او حزام ابيض. اكتر تلات الوان مهمه حرفيا في الاحزمه. بحب الحزام ده قوي. هنلبسه كده برضو ومش هنضيقه، يعني مش هنضيقه قوي، هنخليه كده تمام. وهعمله من ورا برضو بدبوس، وممكن اعمله نفس الحركة اللي انا قلتلكوا عليها اللي هي كده عشان الناس اللي ما فهمتش اهي بالشكل ده. الشكل ده حرفيا بيخلي شكل الحزام حلو قوي، بس انا مش محتاجاه كده دلوقتي اهو. نخش دلوقتي بقى في تاني تنسيق معانا. وبعد ما لبسنا حزام شكله تاني هنجيب طرحة عندنا. انا اخترت اللون ده لان اللون ده الكافيه هيليق قوي مع الجملي وهيليق مع الاسود. وهنبدأ ان احنا هنجيب الطرحة زي ما هي مفرودة كده، هنحطها على ظهرنا ونجيبها لقدام، والنصين طبعا يبقوا قد بعض. تقريبا لبستها بالشقلوب. طبعا عندي مشكلة عشان انا مش قدام مراية ومفيش اي حاجة قدامي اهو تمام. وبعد ما نجيبها من قدام بنكشكشها شوية كده من هنا، وبنبدأ ان احنا نعمل الطرفين قد بعض وندخل الطرف ده من هنا بالشكل ده، وندخل الطرف التاني ده برضو. طبعا انا اسفة جدا لو الشكل مش طالع لكم قوي متظبط، بس انا بقول لكم الفكرة. وزي ما انتوا شايفين دي تاني فكرة معانا. طبعا انتوا بتظبطوها اكتر قدام المراية، وممكن من هنا تروح مثبتينها بدبوسين علشان ما تتحركش معاكو. وعموما احنا حطيناها في الحزام فهي مش يعني مش هتضايقك او مش هتطير، وده الشكل بتاعها. بعد كده وهي فكرة جميلة قوي 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 وبسيطة في نفس الوقت، وهي هنجيب الطرحة زي دي طرحة شيفون، بتتنيها نصين وبعد كده بتتنيها على شكل مربع، وبعد كده بتعمليها مثلث تمام. بس انا ما ظبطتهاش قوي، يعني انتوا اكيد هتبقوا فاهمين قصدي. وبعد ما تعمليها مثلث بالشكل ده، هي الفكرة سهلة قوي، هتروحي جايباها كده من عند الرقبة تربطيها. بس انا فكت مني فهرجع اعملها لكم تاني اهي. تنيناها كده تمام. وبعد كده بنحط الطرف ده بالشكل ده وبعد كده بنربطها من عند الرقبة. زي ما قلت لكم هي حاليا مش متظبطة، بس انتوا يعني فهمتوا برضو الفكرة. وبنبدأ نعمل المثلثين دول من هنا كده، وبنسيبها من ورا وبتبقى بالشكل ده. خش بقى في الفكرة اللي بعد كده. والفكرة دي لو انتي عندك مناسبة او عايزة تلبسي حاجة سواريه ويبقى شكلها حلو، او تعملي حاجة هتشوفوا دلوقتي معايا عشان ما احرق لكوش الفكرة. هنحتاج معانا حزام. انا حبيت استخدم الحزام ده. وهتحتاجي طرحة شوية يكون عليها شغل، او على الاقل تكون فيها درجتين، او تكون متخرمة، او يكون فيها يعني شراشيب كده وشكل جميل. فهوريكو ايه الامثلة. مثلا عندي مثلا زي الطرحة دي. الطرحة دي طلعت موضة قوي قوي الفترة اللي فاتت، اللي هي فيها زي اشكال من هنا. والطرحة دي برضو الطرحة دي درجتين في بعض. هي درجتها غامقه بس في الكاميرا باينه فاتحه. هي لونها ابيض في الشكل ده كحلي وفيها شراشيب كده، بس انا حابه ان انا اعملها لكم بالطرحه دي. اول حاجه هنعملها ان احنا هنجيب الطرحه من ورا كده، وهنجيبها من تحت دراعاتنا بالشكل ده تمام. زي ما انتم شايفين كده هنجيب الطرفين زي بعض، وهنجيب الطرفين دول وهنبدأ ان احنا نربطهم من ورا بالشكل ده.
طبعا اللي ورا ده هتداريه في الهدوم بتاعتك، وكده كده هو شكله لطيف لان هو يعني شراشيب مش مشكلة. وبنبدأ نظبطها من هنا، والشكل بتاعها بيبقى جميل قوي قوي قوي. وفعلا بصوا نطق الطقم ازاي وغير في الشكل بتاعه، خصوصا ان الطرحة يعني فيها شغل والحاجة سادة، فانا ما بفضلش انك تلبسي حاجة عليها شغل على حاجة ملونة، لا طالعة على الاسود حلوة قوي. وخصوصا بقى لو لبستي لون الحزام كمان لون مختلف، هو ده الشكل بتاعها تمام. وبتظبطيها طبعا، ولو حابة تطوليها بتخلي، لو حابة تقصريها سوري، بتخلي الربطة دي يعني اقوى وبترفعيها لفوق، وبعد كده بتظبطيها من هنا. نيجي دلوقتي بقى للفكرة الاخيرة، هفضل لابسة نفس الحزام ده، وهنجيب طرحة برضو تبقى سادة. انا اخترت الطرحة البني برضو عشان تليق على الاسود وتليق في نفس الوقت على اللون ده، هو ده ما بين المستردة والبيج، بس هي درجة غريبة كده. هنبدأ ان احنا نتني الطرحة نصين لان هي كبيرة تمام. دي الطرحة اللي هي ايه فيها شراشيب من تحت، وبنحذفها كده، نعمل الناحية التانية كمان تمام. طبعا الحركة دي مش هعرف اعملها لكم قدام الكاميرا، احنا حذفناها كده، وهنبدأ ان احنا ندخل الطرفين دول في الحزام من ورا، فانا هدخله وهرجع لكم تاني. وكده يا بنات بعد ما دخلته دلوقتي هعمل الحركة اللي قلتلكوا عليها في الحزام من قدام عشان مش حابة يكون لورا. وزي ما انتوا شايفين الطقم بقى عامل ازاي وبقى شكله حلو قوي. بص طبعا انا يعني مش مظبطاها قوي، بس انتوا بتظبطوها ومن هنا بتعملوها كده، ولو حابين تثبتوها بس هي بتبقى ثابته قوي خصوصا ان هي داخله جوه الحزام. في حركه تانية بقى ممكن تعملوها، ان انتوا تروحوا منزلين كتف كده وكتف تاني فوق وتعملوها كده وبس كده. وبس كده يا بنات نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، لو حابين اعمل لكم سلاسل كتير قوي من الموضوع ده في موضوع اللبس عموما والميك اب والحاجات دي كلها اكتبولي في الكومنت. واهم حاجة اهم حاجة، اي بنوتة حابة ان هي تكلمني او اي حاجة ونتصاحب تكلمني على انستجرام، انا برد على كل البنات، او عشان ما اكدبش عليكم برد بنسبة كبيرة قوي على البنات. وبس كده، بسيب لكم الانستجرام في الديسكريبشن بوكس. واي بنوته برضو حابه تحجز معايا سيشن او تقابلني، رقمي في الديسكريبشن بوكس، بس ده رقم الشغل بس عشان البنات اللي بتدخل على اساس ان هو رقم الواتساب بتاعي، هو رقم الشغل وانا اللي برد عليه. وبس كده، اهم حاجه نعمل بقى لايكات كتير قوي للفيديو ده، عايزه الفيديو ده يعني يوصل 1000 لايك، يعني حاجه صغيره وسهله وبسيطه. وبحبكم قوي 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 قوي، ويلا باي.